اول شيء الله لا يصبحكم بالخير مثل ما سويتوا وش امبارح قدام المتابعين وخسرتوا 3 خسارات متتاليه. ثانيا بحب نوه انه اليوم مباراتنا ضد نوريتش سيتي. عم تفهموا شو يعني نوريتش سيتي؟ عم تفهم يا سيمونز يا رقم 10 يا مدلل يلي كنت عم تتمشى بالملعب؟ ما بدي اياك تلعب هيك، بدي اياك تكون رجل بالملعب. المباراه ضد نوريتش سيتي يا حبيبي يا فاتي، انت وموريبا رح يكون لكم دور كبير. المباراة ضد فريق دربته 3 سنين، بعرفه كتير منيح، رح اعطيكم التكتيكات ولازم تلتزموا فيها. وحاليا عنا هون توزيع الارقام، انا لو كان علي كنت بعطيكم 0 لكلياتكم، رقم 0، لانه اداكم كان 0. بدنا اداء نرفع في راسنا، بدنا نبني فريق شباب ونحقق دوري الابطال. وهي الكلمة اللي مكتوبة وراي، رح اعرف مين اللي كتبها منكم ورح احرمه 10 مباريات. عم تعرفوا؟ انا لو تعرفوا المعاناة اللي عانيتها بمهنة لاعب لحتى حقق دوري الابطال، عم تتمسخروا علي صح؟ رح تشوفوا انتو. مصطفى محمد بتاخد رقم 9 بما انك مهاجم كلاسيكي، فرنانديز جناح طائر رقم 7 بتستاهله، جيمس خد رقمك بمانشستر يونايتد ولا حرف 21، ويرتز انت بتذكرني شوي بتشافي، بلا غرور يا ويرتز، خلص فهمنا انك لعيب و مايسترو حلو، ولكن بتاخذ رقم 6 بما انك بتذكرني بتشافي هرنانديز. موريبا الصراحة راح استثني من بين الكل، هو الوحيد اللي رفع راسي بالملعب، هو الوحيد اللي لعب كرجل وأدى أداء كبير، فموريبا راح ياخذ رقمي أنا رقم 80، هذا الرقم اللي عم تتمسخروا عليه ورا، هذا حقق كأس العالم، حقق أنتوا أي بطولة حققتوها؟ تتمسخروا على مدربكم بأنه ما أخذ دوري الأبطال، موريبا بتاخذ رقم 80، بيمبيلي بيرولا فيتا والشهراني 2 3 4 5 وزعوها بين بعضكم وخلصوني منكم. بيدري رقمك ببرشلونه 16 ولكن ما شايفه كثير حلو، خذ 17 احلى. سيمونز يا حبيبي يا فتى يا مدلل، الصحافه عم تكتب انه انا عم ميزك عن الكل ولكن هذا الشيء على الفاضي عم يروح، حطيتك رقم 10، حطيتك مايسترو بهذا العمر وعم تيجي بترقد شوي. حبيبي بدي تركيز، اخر فرصه لك لتحتفظ برقم 10، والله العظيم رح اسحبه منك بالمباراه القادمه لو ما اديت. سيمونز رقم 10 فرصتك الاخيره، عم تفهم؟ فاتي بعرف انه انت كمان عينك بالرقم 10، سمعت هذا الشيء وممكن انت تكون كاتب هاي الكتابه يا فاتي، يا ما رح احكي يا محترف يلي جاي من برشلونه، تاخذ رقمك اللي كانوا عاطينك اياه ببرشلونه 22، وما بدي تكبر هون انه انت جاي من البارسا. شوف بيدري ما احلاه، شوف بيدري ما عم يفتح تمه بحرف. يلا مين ضل ماخذ رقم؟ مين؟ انجان كان بدك تضل خجلان انت يا اخي، بدك تضل قاعد بالزاويه، كيف بدي لعبك اساسي محل مصطفى محمد اذا بدك تضل هيك؟ لاعب مميز لكن خجلان، خجلان يا عمري. رقم 8، عم تفهم انت رقم 8. مباراتنا قدام نوريتش سيتي، رح ننسى كل شيء، نركز على التمرينات قبل المباراة ونفوز بإذن الله بهي المعركة. يلا روحوا من وشي كلياتكم، ما رح احكيكم منيح لحتى اعرف مين اللي كتب هاي الكلمة اللي ورا، وانتم بتعرفوا شو معناها بالنسبة لي. وثاني شيء لحتى تأدوا أداء كبير مع نوريتش سيتي، وإذا حققتوا نتيجة حلوة أمام نوريتش سيتي ممكن أحكي عن هذا ما رح أحكي. يلا السلام عليكم. شكرا لكم على اول 3 حلقات بالكارير مود، مع انه الحلقات عم تنزل بسرعه جدا يوم اي يوم لا، ولكن الدعم ما نزل ابدا، بالعكس عم يرتفع فوق ال 20,000 لايك. هاي الحلقه كمان وصلها ل 20,000 لايك، ولا تنسى تشترك لنفجر زر الاشتراك يا جماعه، في نسبه 50% منكم ما عم يشتركوا بالقناه وعم يشوفوا كل الفيديوهات. انا بعرف انه فينك تبحث عن القناه وتشوفها، ولكن اذا اشتركت بتفيدني وما بتخسر اي شيء، فاشتركوا بالقناه يا جماعه. وخلينا نبلش مباراه ضد نوريتش سيتي، الفريق اللي دربته ل3 مواسم حققت معه كل الألقاب السنة الماضية بمهنة مدرب 2020، وكانت المهنة عبارة عن تدريب كمان للاعبين الصغار، ولكن هدول اللاعبين الصغار رح يجلطوني هاي السنة غير السنة الماضية. المباراة على أرض ملعب نوريتش سيتي اللي بعرفه تماما، دربتهم 3 سنين يا جماعة، بعرف كل شيء عن الفريق، فأنا جاهز، ولكن اللاعبين اللي عندي ما بعرف إذا جاهزين. رح ألعب بسيمونز وموريبا وويرتز في وسط الميدان، جيمس فرنانديز، مصطفى محمد، رح ألعب دفاع بيمبيلي بيرولا فيتا والشهراني وحارس المرمى مانتل. المباراة على المستوى المطلق، ما حدا إلي لا ما تلعب مطلق لعب، لا حبيبي متعة المباريات بالمستوى المطلق، وراح خليهم يفوزوا، لسه طاقاتهم 65 و66 عادي بتفهم هذا الشيء، ولكن لو توصل لل70 ان شاء الله راح نفوز. اوه على ذكريات نوريتش سيتي وايام زمان، لقد دربتهم لسنين طويله، يحن قلبي لنوريتش سيتي، ولكن اليوم بفريق جد. شوف سمع، شوف النظره، اوه حزين سمع لانه يتذكر الايام الرائعه جدا جدا. اسماعيل اليوم يدرب الهلال الكبير الزعيم الذي سيكون بدلا عن زعيم آسيا زعيم أوروبا، وهذا هو الهدف من السلسلة. هيا بنا يا شباب، هيا بنا يا أشبال، لا تخيبوا أملي بكم على ملعب نوريتش.
نوريت يا نوريت قطعت من الشهراني. يلا هدف اول فرنانديز لمسه وسط الميدان. يا لامين لمسات رائعه سيمونز يعني يا مدلل. حلوه التمريره وجيمس جيمس داخل منطقه الجزاء. تمريره اخرى وسيمونز يبدو بانه سمع الكلام وعرف ان فرصته الاخيره للرقم 10. رائع جدا يا مدلل. حلوه المحاوله والكره انقذت من نوريت. احذر يا دفاع مرت بامان. فرصه ومحاوله مرت. دفاعنا يضرب لي مرتين متتاليتين. يلا روح يا سيمونز. تمرير رائع جدا لسيمونز المدلل الذي يحاول حوالي منطقة الجزاء. يلعب عرضية رائعة جدا. جميل سيمونز جميل. أحييك على مباراة اليوم. الكرة عرضية رائعة لكن مريبة لم يصل. خطيرة لنوريتش. يجب أن نحافظ في الشوط الأول على هذه النتيجة. لا 1-0 قبلنا هدف أول لكن عندي أمل في هذه المباراة بأننا نستطيع العودة يا هلال. مريبة ما زال يحتفظ في الكرة. رائعة جدا. مصطفى محمد للتعادل. أنقذت في آخر لحظة من الشوط الأول. ضربة ركنية تلعب قصيرة لجيمس. جيمس يلعب عرضية مريبة. العارضة رائعين يا هلال رائعين. شوط أول رائع. 1-0 لنوريتش ولكن نستطيع العودة. فاتي بيدري إنغانكام جهزوا راح تلعبوا بالشوط الثاني. نوريتش سيتي من بعيد يهددون لكن مانتل ينقذنا. سيمونز في الجبهة اليمنى يحاول سيمونز الرقم 10. رائع جدا اليوم. يلعب لي جيمس رائعة. التقدم العرضي انغانكام مرت قريبين جدا من التعادل. يلا يا شباب يلا يا اشبال يلا يا اسود. الكرة الامامية خطيرة. انغانكام لمسة وكرة. يا بيدري حرام عليك يا بيدري. خطيرة لنوريتش. هدف ثاني على ارضي ام يسجلون الهدف الثاني. نوريتش هلالية مرة اخرى رائعة جدا. هدف على اقل تقدير. يا هلال جيمس تمريرة سيمونز واخيرا المدلل سجل. رقم 10 سيمونز يسجل هدف اول وهدف تقليص الفارق. لكن الاداء اليوم رائع وحييكم معنا. خسرنا ولكن الاداء جميل. جيمس لعبها عرضية وسيمونز سجل. شوف الانطلاقة شوف الاختراق الرائع من جيمس وسيمونز. نهاية رائعة يا رقم 10. نعم اذا بهدفين مقابل هدف خسرنا من نوريتش. بناء فريق ضعيف لن يكون سهل ابدا. سنخسر كثيرا ولكن سيأتي يوم وسنكون منتصرين دائما. يا سيمونز لا تحزن. اليوم عجبني اداءكم واليوم اصفق لكم على هذا الاداء يا هلال وان شاء الله القادم اعظم. بتسجيل الهدف في الدقائق الاخيره من المباراه كنتم بحاجه الى هدف اضافي للوصول الى التعادل. هل كنت تامل في تسجيل هدف التعادل بعد اخر هدف سجلته؟ بالنسبه لي النتيجه لم تعكس ما حدث. المباراه كانت متقاربه جدا واستحققنا التعادل. حاليا نحن بالمركز الثاني عشر ب 11 نقطه على بعد 7 نقاط فقط من واتفورد المتصدر وبرينتفورد الثاني. لسه عندنا امل بانه نصحح المسار. اليوم مباراتنا مع المركز الخامس ضد ريدينج كمان على ارضهم وبين جماهيرهم. فهي المباراه مهمه جدا ومفصليه. اذا انغانكام عم يطلب انه يلعب اساسي في هاي المباراه وانا بتهمني معنويات اللاعبين كبدايه فراح خليه اساسي لانغانكام وراح نشوف شو راح ياثر. فتغير موعد مباراه ريدينج وحاليا راح نلعب مع المركز 22 ب7 نقاط. فهي فرصتنا للفوز وبعدها رح نلعب مع ريدينج واليوم المباراة على أرضنا يا هلال. هيا بنا. فبهاي المباراة رح جرب هذا المدافع لطاقات 72 لأول مرة ورح ألعب بسيمونز وبيدري ويرتس ورح ألعب بفرنانديز إنغانكام وجيمس. طبعا إنغانكام لأنه طلب وفاتي وموريبا رح يكونوا أوراق رابحة بالشوط الثاني. جيمس وسط الميدان. جيمس تقدم. هيا بنا يا سيمونز. الرقم 10 سيمونز مرة أخرى هل يسجل جول 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 المايسترو المدلل. كنت أعرف بأنه سيكون الأميز والأروع. هدف أول مرة أخرى عن طريق سيمونز وهذه المرة الفوز قادم يا صغار. شوف الانطلاقة رائعة جدا. التمريرة خلف المدافعين تحت الضغط لعبها لوب فوق الحارس. يا سلام يا سيمونز على كرة لولبية بهذه الطاقات ويفعل كل هذا. مرة أخرى سيمونز وسط الميدان. المهارة الروعة التقدم. تغيير الملعب
أعجبني سيمونز وصدمني بهذه المهارات بهذه الطاقات رائعة جدا. الآن فرنانديز واحد على واحد مرة فرنانديز تمريرة هلالية خطيرة لهدف ثاني رائعة التسديد التقدم لم تمر الكرة. جيمس مرة أخرى انطلاقة من سيمونز المدمر رائعة جدا داخل منطقة الجزاء يلا يا سيمونز عرضية جول 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 للصغار يبدعون سيمونز دي بيدري وبيدري جول أي هدف واختراق رائع جدا أنت يا سيمونز برافو 10/10 يا سيمونز شوف الصناعة من المايسترو بيدري أي نهاية بيدري ممتاز جدا يا بيدري بالتسعين رائع جدا والانتصار الأول على الطريق يا هلال رائع عند نغانكام المهاجم الذي طلب أن يلعب بسرعة جدا هل تكون نتيجة كبيرة هلالية رائع جدا سيمونز أمام المرمى مجنون هذا تشافي سيمونز مجنون هدف رائع ثالث قضينا عليهم بشوط واحد برافو يا هلال برافو تقدم برافو روعة برافو مهارة وشوف الكرة بالرأس صعبة للحراس برافو سيمونز خطيرة جدا المرتدة علينا الحذر ممكن أن يعودوا بالنتيجة دفاعاتنا مهزوزة مرت بأمار برافو مانتل برافو أول هجمة للفريق الخصم لكن 3-0 يا هلال ضربة ركنية خطيرة جدا برافو للدفاع برافو للصغار برافو للأطفال برافو للأشبال برافو للأسود برافو لهؤلاء اللاعبين الذين لم يخذلوني الشهراني الخبرة رائعة جدا هناك في الجبل اليسرى راح الشهراني مار الشهراني ما زالت هلالية رائعة جميلة جدا الشهراني ماراتونية يا شهراني أرضية جميلة بالرأس الكرة إلى ركنية برافو شهراني برافو مرة أخرى عن جيمس واحد على واحد جيمس بالمهارة يعطونا دروس كرة القدم في هذه المباراة رائعة جدا ما زالت هلالية تمريرات ضيع هذا المجنون حرام أن تضيعها دعنا نضرب بالأربعة يا فرنانديز الكرة كانت قريبة خطيرة نقبل هدف أول في الدقيقة 32 يا هلال ويرتس رائع جدا هناك فرنانديز سريع جدا خلف المدافعين هيا بنا يا هلال عرضية رائعة جدا الرابع حرام عليك يا نغانكام حرام عليك لمسة للأمام خطيرة هلالية يلا مرتدة يلا فرصة الآن ويرتس لهدف رابع ويرتس لهدف رابع هيا نغانكام الذي لا يرحم نغانكام ومسك الختام في شوط أول رائع شوف فيرتس تشافي هرنانديز المستقبل ورائع جدا من إيتو المستقبل هذا مجنون سيمونز يقطع الكرة بهذه الطريقة ويتقدم بطريقة أروع وسيمونز تمريرة كارثية هذه بالخمسة بشوط واحد بالخمسة يا هلال نغانكام وسيمونز مجنون لم أندم لأنني أعطيتك رقم 10 هذا مرعب هذا سيمونز مرعب هذا رونالدينيو المستقبل سيمونز إذن سيمونز نغانكام وفرنانديز إلى دكة البدلاء لكي يرتاحون لأنهم أدوا كل شيء مصطفى محمد وفاتي ومريبة في الشوط الثاني سيكون مرعبة التقدم والمحاولة الأولى عند فاتي أمامية هل تكون نتيجة كارثية الصغار أصبحوا كبار بالاسم بالمعنى بالقوة بالتقدم مريبة تمريرة جيمس جول مستحيل هذه النتيجة لا أصدق 6-1 على المستوى المطلق برافو يا هلال وسط الميدان رائع جدا هذا الأداء لا أصدق يا هلال لم أكن أتوقع هذه الانتفاضة بعد التعليمات الرائعة بيدري لمسة مصطفى محمد تقدم السابع لن أنسى منكم هذا الأداء لن أنساكم أبدا بهذا الأداء أنتم أطفال المدللين
فاتي 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 نحن قادمون وبقوة يا أوروبا. شوف التمريرة من جيمس وفاتي لا يرحم كل أمامية وفرصة لهدف ثاني. برافو للحارس، أديتم أداء كبير. الآن بدأ وقت الاستعراض، ممكن أن نختبر مهارات اللاعبين. مثلا موريبا، موريبا كيف سيمر؟ موريبا مرعبة 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 يا حكام. ويرز، تمرير رائع جدا. مصطفى محمد أمام المرمى، ضيعها المصري الكبير المدمر. لا علينا، برافو مصطفى، حاول مرة أخرى. 7-1، وماذا أستطيع أن أقول لهكذا فريق؟ 7-1، يحاولون تسجيل هدف ثاني، يحاولون، لكن الدفاع عنا وحوش. العنا الأسود في قلب الدفاع، فالسو فيتاوي، يا عيني يا عيني يا عيني على دفاع خارق للعادة. المرتدة الآن عن طريق جيمس، جيمس هذا المرعب يلعب هناك في الجبل اليمنى. موريبا المرعب، موريبا الكتالوني المرعب، تمريرة رائعة، عرضية جميلة، مصطفى محمد فوق الحارس. با 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 با. تيكي تاكا الكتالون أيام زمان، عادت هنا مع الهلال. تعود الكرة أمامية. الله 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 الله، بيدري ضيعها، كرة خطيرة. مانتل يتألق، نتيجة للتاريخ 7-1، لمسة سحرية من المدرب إسماعيل لهؤلاء الشباب الرائعين. 7-1 نتيجة كارثية، ولكن أنا قادم بنجوم العالم، أنا قادم إلى العالمية، إلى دوري الأبطال. جمهور الهلال والثقة الكبيرة بالمدرب الجديد إسماعيلينو. إذن تقييم اللاعبين، إنغانكا وسيمونز بشوط واحد فقط حصلوا على تقييم 10 من 10. خلينا نشوف حالنا شوي بالإعلام ونحكي هيك شغلات على أساس إنه مدرب محترف وكذا. هل لديك أي نصيحة للفريق الخصم؟ أوه صاروا عم يأخذوا نصائح يا جماعة، بما أني في 7-1 وراح أكون متجبر وأقول لهم بلا، نحن لا نشعر بالفخر فيها. إنغان كام يتشكرني ويقول أنا أقدر استماعك لي والسماح لي باللعب وأنا في كامل جاهزيتي. أداء مؤثر يا وحش، شايفين كيف من 9 أسبوع خليت كل الصحافة تحكي بفريقي؟ هيا بنا قادمين إلى العالمية يا هلال. إذن بعناية اخترت اللاعبين للتدريبات وعم دربهم تدريب تدريب، عم بتعب على فريق رح يطلع خارق للعادة. فبنعمل محاكاة على أعلى درجة AAB ومخليهم ياخذوا شوية من التدريبات. فحاليا نحن بالمركز 9 ب14 نقطة، على بعد فقط 7 نقاط من المركز الأول، وبقية الفرق من المركز الرابع للمركز الثامن كلهم بعيدين عنا 3 نقاط وأقل. فالحلقة القادمة رح نلعب مع ريدينج ورح يكون في شغلات جديدة إن شاء الله. ما عليكم إلا تضغطوا على زر لايك وتشتركوا بالقناة. شكرا لكم على المتابعة ودمتم بألف خير.